سنوات مرت على استعادة المدن من تنظيم داعش، وقد عادت أغلب العوائل النازحة إليها، إلا أن آثار الدمار والخسائر المادية ما زالت شاهدة على ما حدث. هنا تقول أم حسين النروتين المعاملات التعويضية في الدوائر المعنية واللجنة المركزية في بغداد زادت من حجم معاناتها. أي البيت 5 غرف، العثاء صيفي وشتوي وركض العمر كله، من 94 أنا أبو جهالي راح ومعيشه 5 جهال، وهل يشوفوني ما حد يعني يوم جاء والتقى بي وعرف شنو ظروفي وشنو همي، ويعني ما حد التفت علي. وتعويضات ماكو لحد هاي الساعة، روحي تعاي. تعويضات ماكو تعويضات، انطونا يعني منحة 2,750,000 قبل فترة طويلة يعني، بالنسبة للتعويضات ودينا معاملة راجع بها غلط، راحت البغداد رجعت بها غلط مرتين ثلاثة، هسه راحت البغداد بعدها. مفوضية حقوق الإنسان ومن خلال كتب رسمية أكدت على هدم وحرق مئات المنازل في ديالى وفقدان المناطق للبنى التحتية، وهناك تقصير واضح من الجهات الرقابية لا سيما لجنة الهجرة والمهجرين النيابية اتجاه هذه العوائل التي ما زالت تعاني قبل وبعد النزوح وتكتفي فقط بالدعاية والإعلام للترويج عن نفسها على أنها تؤدي عملها كما يقول النازحون، حيث أن أغلب العوائل كانت تعاني من اقتصاد ضعيف وحالات اجتماع حالات مادية ضعيفة جدا أثناء التهجير وبعد التهجير، حيث أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ برامج تليق بالضرر أو تتناسب مع الضرر الذي لحق تلك العوائل. اليوم نلاحظ أن هناك كثير من القوانين غير مفعلة، بالإضافة إلى دور صندوق إعادة الإعمار المتضررة أيضا لم يقم بالدور الحقيقي لتلك العوائل من خلال تأهيل مناطقهم التي تعرضت لانتهاكات وتفجير الدور وأيضا المزارع. دمار وخراب عمل المدن المحررة وعودة شبه إجبارية للعوائل النازحة بعدما ضاقت المرارة بالمخيمات والهياكل المتهالكة. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.